السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أشرح اليوم عن برنامج أمازون إن شاء الله، كيف تحسن تسجل فيه، تثبت إيميلك، تعمل إيميل عليه وتعمل حساب بالأمازون عشان إذا بدك تشتري أي شيء من الأمازون، وبالإضافة كيف تحسن تشتري منه للأمازون. تمام، إذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واشتركوا بالقناة. بتشكركم، يلا خلينا نبلش ونشوف الفيديو. تمام، هلا انا ما فيني اشرح لكم بالفيديو كيف عم سجل الايميل واعمل التسجيل والتاكيد، لانه هي برنامج تبع امازون عامل مثل حقوق، يعني انه ممنوع حدا يصور او ياخذ مثل هالمعلومات، يعني يصورها ويحطها على اليوتيوب او على اي مكان. تمام، فانا شو راح اسوي هلا، راح احط صور كيف طريقه التسجيل، شو لازم تكتب، شو لازم تحط، وكيف لازم تسجل، وكيف لازم تتأكد التسجيل. تمام، فأنا راح أساوي هاي القصص هلا هاي، وحط لكم صور وأشرح لكم كيف إنك ممكن تسجل. هلا هون عندك أول شيء بتفوت أنت، بس حطيت على الماين كونتو بيوم بيعطيك صفحة هون مكتوب عليها هاي المعلومات. تمام، اللي هي المعلومات. تمام، هون مكتوب أمازون، وهون مكتوب أنميلدن اللي هي التسجيل. تمام، هون مكتوب زنزي بغايت كوندي انميلدن، انه انت مسجل عنا ولا مالك مسجل. اللي تحتها نويا باي امازون دي كونتو انليجن. تمام، انه انت بدك هلا تسجل حساب جديد، نيشت انميلدن انه ليس مسجل. فانت بتفوت على تاني واحدة اللي هي هاي نويا باي امازون انليجن. انا هاي صورت لكم اياها الصورة، بتلاقي مكتوب هون فوق في المقدمة بالكومين أهلا وسهلا، تحت منها بتلاقي مكتوب كنتو أشتلن نويا باي أمازون. تمام، إنه أنا بدي أطلب حساب جديد بأمازون. تمام، تحت بتلاقي مكتوب نامي، بتحط الاسم أنت اللي حابب تحط اسم، شو الاسم اللي بدك إياه بتحطه، اسمك تمام أو اسم مستعار أو أي شيء بدك تحط. تحت الخانة اللي تحت بتلاقي مكتوب هيك، بتلاقي مكتوب موبيل تليفون نمرة ودا إيميل أدريس، يعني إذا بدك أنت بتفعل الأمازون على رقم موبايلك أو على أي رقم موبايل بدك تفعله، وبالإضافة فيك تفعله على الإيميل، فأنت بتختار تحط يا إيميل يا رقم موبايل. تمام، تحط اللي بدك إياه بهذا الخانة هون، إيميل أو الرقم. الخانة اللي تحتها المكتوب كاتبين لك الكنفوت إرشتلين. تمام، اللي هو بدك تحط كلمة السر اللي أنت بدك إياها، بحط كلمة السر اللي بدك إياها، أقل شيء حاطين لك إنه لازم يكون في 6 أرقام أو 6 أحرف أو أي شيء من هالشيء، بس إنه 6 أقل شيء 6، يعني 6 خانات بتحط. تمام، بعد ما تحط هدول تلاقي مكتوب تحت هون اللي هي الباسورد عن بلندن. تمام، إنه أنت بدك تخلي الباسورد محفوظ بس تسجل دخول خاص، بس كما فوت على الأمازون نضل محفوظ الإيميل، ولا بدك كل ما تطلع من الأمازون ترجع تفوت على الأمازون بدك تشتري شيء تسجل إيميلك وتسجل الباسبور. إذا أنت بدك تخلي الباسبور مسيف إنه خلاص كل ما فت يكون موجود، بتحط إشارة صح على هي الباسبور عين بلندن. تمام، إذا ما بدك أنت كل ما بدك تفوت على الأمازون تحط كلمة السر وتحط إيميلك، ما بتحط عليها إشارة صح. تمام، بعدين تكبس على الفايتا، بس تكبس على الفايتا بيقلبك على صفحة تانية، بتلاقي محطوط هون خانة مكتوب عليها ايميل ادريس بشتاتيجن. تمام، انك انت تأكد الايميل تبعك. تمام، فهون انت بس تقول له ايميل ادريس بشتاتيجن، تكبس عليها بقوم بيجيك ايميل على الايميل تبعك. هون بيطلب منك تحط الكود. تمام، هذا الكود للتأكيد انه ايميلك صح وانت صاحب الايميل. تمام، فبتاخد الكود اللي اجاك على الايميل وبتحطه هون. تمام، تحط الكود هون، بس حطيت الكود هون، بعدين تعطي إيغا امازون كونتو ارشتن تأكيد، تكبس عليها. تمام، بعدين بيجيك ايميل تاني انه اهلا وسهلا فيك، تم تسجيل بنجاح. هلأ لازم بقى تحط الإيميل اللي أنت سجلته على أمازون. هلأ بتفوت على اللائحة هاي اللي على اليسار فوق، وبتكبس على الماين كونتو، بترجع تفوت على الماين كونتو. تمام، وبيعطيك هاي الإشارة، بس يعطيك الإشارة
هون عم يطلب منك زنزي بغايت كوندي انميزن نويا باي امازون كنتو عن ليجن مش تأملن. تكبس على اول وحدة تمام، تكبس عليها انه انت سجلت عليه وصرت زبون عنده، تكبس عليها. بس تكبس عليها هلأ بتكتب ايميلك هون تمام اللي سجلت فيه، بعدين بتكبس على كلمة فايتا. بس تكبس على كلمة فايتا بيطلع لك هيك. هلأ هون عم يطلب منك الباسورد، كلمة السر، بتحط له كلمة السر هون الباسورد تمام. اذا بدك اياها تضل انت محفوظة على طول بالبرنامج تمام، كلمة السر كل ما تفوت خلص تفوت تلاقيها محطوطة نظامي، تكبس إشارة صح على هي الباسورد اين بلندن تمام، انه بتخليها على طول محفوظ، ما بدك بتيم إشارة الصح تمام. هلا هون بيكون تأكد التسجيل وصار الموضوع تمام وانا جاهز لاني اشتري من الامازون تمام. هلا مثلا برجع فوت على الماين كونتو، طلع هيك بيطلعوا لي شغلات هون، مانا بشتلون شبار ارتكل كونتو فيكسل تبديل الحساب، في كتير شغلات هون موجودة بالامازون. انت بس تنزلوا فوت بقى انت بتعرف عليهم واحدة واحدة تمام. اذا في شي ما بتعرفه مثلا بدك تعرف عليه ممكن تكتب لي بالتعليق اي شي بدك اياه، انا جاهز ان شاء الله بالتعليق موجود على ان شاء الله. هون مثلا مانا بشتلون طلباتي اللي انا طلبتها مثلا، هون من زمان طلبت اشتلون سماعات، اي سماعات اللي بعتوا لي اياها وكذا، هيك بكون جاهز الموضوع. هون انت بقى هلا لنفترض صار حسابك جاهز تمام، بدنا نشتري هي الكلمة نكبس عليها، لنفترض بدنا هذا اللون اللي هو المعدي القياس الغار، عندنا مثلا هون حاطين لك سعرها 24.90 يورو تمام. هون بتحط كم وحدة بدك، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، بدنا واحدة تمام. هون هلأ انت اذا بدك انت تبعتها لهي الكنزة على سلة المشتريات بتقول له هون اندين انكاوس بادي، انه تبعتها على سلة المشتريات بدك تشتريها هلأ بتقول له يتس كافي يتس كافي مثلا تمام. هون بقى بيفوتنا على هي الصفحة، هون عم يعطينا عن انه يت كاوفن، هون معلومات اسمي تمام. هون عندك الليفة، هون بتصلك القطعة بين 27 يناير ل 29 يناير تمام. يعني عندك احنا هلا بيانوار، يعني عندك من 27 يعني 3 ايام، خلال 3 ايام تصلك الكنزة تمام. هون حاطين لك ان المجموع النهائي لسعر الكنزة 24.90 سنت. في شغلة حلوة كمان اللي عندك اللي عاملين عليها عرض في الباكونج في الزاند اللي هي نول صفر، ما في عليها اجور شحن، بالعادة بيكون في عليها اجور شحن، فبيقول لك انه في عليها اجور شحن 5 يورو مثلا يضيفوها على الفاتورة تمام. هون مثلا بيقول لك انه حط عنوانك، بدك تفوت انت مثلا تحط عنوانك تمام، تكتب هون عندي ادرس اللي فهم، تكبس عليه هون تمام. وين رجعني على العنوان تمام، تكبس عليه مثلا هون انه هون عندي زي ادرس اللي فهم على هذا العنوان نفسه اللي انا حاطته دي ارسلها تمام. بدك تعدل العنوان تكبس هون ادرس بايت، تكبس على هون بتحط عنوانك، طيب انت عنوانك شارعك رقم بيت رقم البوت سلايتسال والامور كلها هاي، بعدين بتقول له اوكي انه مش بايشو تكبس عليها تمام. بس انا ما بدي اعدل هلا، فهي بالنسبة لموضوع الادرس العنوان تمام. ادريس سوتسالون غاد، انه يبعثوا لك الفاتورة على عنوانك، ما بدك تدفع بكاش تمام. اي بالنسبة هون عندك الكود اين جيفن اودر سكانر، هون اذا انت عندك بعتيلك شركة امازون
شهري من عنده شيء مرة شغلي وبعطيه لشركة أمازون جود شاين إنه لك عنا هدية 5 أو 10 في رقم بيجي على جود شاين تحط الرقم هون تمام تعطيه بس تحط الرقم تقول له بعدين بيقول لك أين لوزهم إنه استخدامه تمام تحطوا لك بقى إذا كان مثلا سعر 24 معك جود شاين ب 10 يورو يصير 14 يورو يخصموا لك بقى هون كم أصحاب تحط له واحدة تقول له مثلا هون يتس كلاوكن تمام قبل ما نشتريها احنا ما نشتريها لانه هون فوت على سانونج هون بتحط رقم حسابك تمام رقم حسابك مثلا رقم حسابك انا رقم حسابي موجود هون مثلا حاطه فانا بدي احط رقم حساب جديد مثلا اوس جافن انفيك هاف نيتس امازون تمام بس تعبي كل هالمعلومات هاي تمام اخر شيء بتعطيه هون يتس كاوفن بس تكبس على يتس كاوفن تشتريها انا ما بدي اشتريها تمام بس انت بس تكبس على يتس كاوفن بيقلك على صفحه تانية بيقلك حط رقم حسابك تبع البنك انه نخصم منه حق الكنز وحق القطع الانتشاريه وبعدين بيقلك انه تكبس له فايتا انه متابعه انه انت موافق او اذا بدك تدفع عن طريق ماستر كارد او فيزا كارد كمان بيكونوا حاطين لك خيار نحط رقم بطاقة الماستر كارد او الفيزا كارد بعدين بيقولك حط الباسبور تبع البطاقة تبعك تحط الباسبور تعطيه فايتا تمام بس تعطيه فايتا بيبعث لك انه شكرا لك تم طلبك وخلال كذا بنبعث لك نحن الكنزة اللي لك عليها تمام هاي بالنسبة لموضوع التسجيل من امازون وبالنسبة لموضوع تسديد الايميل كيف شايف انت بتحسن تشتري انت من امازون اي شيء تمام طبعا هو مثل ما قلت لكم اذا بدك تشتري انت شيء معين مثلا بتكبس له خلص له مثلا هيرن هول بقى اعطاني نفترض بدي اشتري مثلا موبايلات زي هن تمام هاي هندي يعطيك موبايلات اللي بدك تلقاها طبعا الهندي بدك تشتري انت مثلا بالميزان كله زامبون شو اللي بدك يا اس شايف عطاء هاي الخيارات كلها تبع زامبون تكبس عليه مثل ما حكينا عجبتك الامور تعطيه هون يتس كاوفن تشتري مثل ما شرحنا الامور كلها اللي حكينا عنها طبعا بكون كاتب لك كل شي مواصفات بدك اياها تمام هاي بالنسبة لموضوع برنامج امازون ان شاء الله اكون قدرت افيدكم بمعلومات وبالشي اللي شرحناه اذا عجبك الفيديو اشترك بالقناة واعملنا لايك وبتشكركم سلفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.